السلام عليكم، كل عام والأمة الإسلامية بخير. بقي كام يوم على أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2022. إليكم العد التنازلي لأول أيام العيد وموعد وقفة عرفات رسميا في جميع الدول العربية والإسلامية. قبل التفاصيل نتمنى منكم لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله ستنال إعجابكم. يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج لعام 2022، وتستعد كل الأمة الإسلامية لأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2022، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أن وقفة عرفات رسميا ستكون بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل 8 من شهر يوليو لعام 2022، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2022، وهذا في جميع الدول العربية والإسلامية، ويكون هذا رسميا. باقي كام يوم على أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ بإذن الله تعالى 3 أيام. كل عام والأمة الإسلامية بخير. تابعونا وانتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد، ونتمنى منكم لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.